السلام عليكم. امبارح نزل معنا تحديث جراند اللي هو كريمينال حق العصابات. هذا التحديث توفر معنا مهام جديدة وتحمل هذه المهام بطاقة الـ IAA. ما أنا بعلمكم كيف تجيبون هذه البطاقة، طريقة مرة سهلة ومضمونة بدون أي برامج بدون أي شيء. تابع المقطع يلا نخش عليه على طول. أول شيء نجي على المهمة، تلقونها في الخريطة بهذا المكان. ما ضغيرون أي شيء، ما ضغطيكم فورم سيتينجز، ما ضغط بلاي بشكل طبيعي. الحين انت تختار اللبس اللي تبغى عليه البطاقة، مثلا نقول هذا اللبس، هذا اللبس نسوي ريدي. اول ما يرسب لنا بهذا الشكل احنا نتحرك شوي، ونجي نفتح التاتش باد، نروح ستايل وننزل عن خيار بلاير مود، ونحرك سهم يمين لمدة دقيقة الى دقيقة ونص. اوكي، بعد ما خلصنا تتبيل سهمي من دقيقة او دقيقة ونص، هنضغط زر الهوم اللي في اليد ونستنى في الشاشة لمدة 15 دقيقة كاملة. اوكي، بعد 15 لعشرين دقيقة هندخل جراند مرة ثانية، هتجينا رسالة ان تم طردنا من المهمة. اوكي، نضغط اكس على الرسالة. اوكي، وزي ما انتم شايفين رسبنا باللبس مع بطاقة الاي اي. انا الحين بروح محل الملابس وارجع لكم على طول. وصلنا محل الملابس، الحين بصمم لكم مكان اللبس على بطاقة الاي اي. طبعا مع البطاقة يمديكم تغيرون السروال، التيشيرت، تحطون اي شيء. البطاقة ما بتروح معكم ابدا، تحفظون اللبس كمان ما بتروح معاكم اللبسة. اوكي، زي ما انتم شايفين بديت اغير في السروال ورحت عند التيشيرتات وقعدت اغير. زي ما انتم شايفين بطاقة الاي اي ما تروح، فمنصمم لبس على السريع الحين. اوكي يا شباب، وهني وصلنا لنهاية المقطع. لا تنسوا زر اللايك والاشتراك بالقناة، والسلام عليكم.